والله لا يجوز الترحم على الكافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أداب نفسه من أجل الإنسانية أو أي شيء آخر، لأن الله جل جلاله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، مع أن أم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت في الجاهلية، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر وسيد الخلق، ومع ذلك لم يأذن له ربه. ونحن لا نسب شيرين أبو عاقلة أو غيرها، ولكن هذا دين، ولا مجاملة في الدين ولا مهادنة، شاء من شاء وأبى من أبى. ودعك من زخرفة القوم، وأي واحد مسلم يرى بجواز الترحم عليها فليسأل ربه بالإضافة إلى الترحم عليها بأن يحشره معها، والحق أحق أن يتبع. انتهى.